هذه النابتة التكفيرية المتشددة هي الورقة الرابحة في أيدي أعداء الأمة، حيث اخترقوا بهم جسم الأمة. هم حيث ما وجدوا، وجد الاختلاف، وجد التناقض، وجد التباغض، وجد التقاتل، حيثما وجدوا حقيقة تعرضت الأمة لهزات أمنية كبيرة، وهذه كأنها هي وظيفته. كل مكان يمكن أن يكون محطة لنهضة هذه الأمة على مستوى الأشخاص والجماعات والدول يستهدفونها، حتى في استهدافاتهم لبعض العلماء مثل الشهيد محمد سعيد رمضان البوطي رضوان الله عليه. هذا داعية وحدة، وكان من دعاة التقريب بين المذاهب الإسلامية، وكان من الأشخاص المعتدلين جدا جدا على كل الصعد، ومع هذا استهدفوه لأنه كان الأقدر على فضح أفكارهم، فضح توجهاتهم، فضح أهدافهم. في كل الأحوال هؤلاء الذين ينطلقون من مبدأ سموه مبدأ الولاء والبراء، وجدناهم يتبرؤون من المسلمين ويوالون المشركين، ودليل هذا واضح لدينا حيث مملكة آل سعود. ننظر الآن مع من تقف، توالي من، تصادق من، تعادي من، تحارب من. هذه المملكة التي تأسست على هذا الفكر الإجرامي التكفيري اليوم تدمر اليمن، تقتل أبرياء اليمن، تقتل الشعب اليمني، تحاصر الشعب اليمني بلا رحمة، ربما أكثر مما يفعل اليهود مع أبناء شعبنا الفلسطيني، وهم في كل هذا يدعون أنهم يحسنون صنعاً.